مشهد بات مألوفا في شارع الحمراء أحد أشهر شوارع بيروت بعد إغلاق عدد كبير من مطاعم العاصمة اللبنانية أبوابها بسبب أزمة الوقود التي أطاحت بجميع القطاعات الحيوية في البلاد ولم تستثن قطاع السياحة. فينا نقول تقريبا من وراء أزمة المزود في 30-35% نسبة مطاعم يا سكرت يا أما عم تفتح نص دوام. هيدي الأزمة نحن ما كنا ناطرينا، يعني فجأة من وراء أزمة كورونا، من وراء أزمة الدولار اجتنا أزمة المازوت والمحروقات. اليوم هي الأزمة مش بس المازوت، الأزمة البنزين، الموظفين كيف بدهم يوصلوا عجالهم، النقل صار صعب، هذا كله بيأثر على القطاع السياحي. وإلى جانب أزمة شح الوقود التي انعكست تداعياتها على جميع معالم الحياة هنا، يحاول أصحاب المطاعم في بيروت إبقاء أبواب محلهم مفتوحة أمام الزبائن ولو بشكل جزئي في ظل غلاء الأسعار الذي وصف بالجنوني في بلد بات يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر. الغلاء بلشوا هلا غلا، بطل كان بالاول يلعب الدولار، يغلوا علينا بالدولار بس يطلع الدولار، هلا عم يغلوا علينا بالدولار. انا مثلا هذيك اليوم جبت شوي الحمص مثلا خلي علي 6 دولار زياده، بلشوا يطلعوا علينا بالدولار. هلا كل شيء مهددين، كل شيء مهدد، تطلب الشغله بده 4-5 أيام ليبي لك، غالي غالي غالي، كله غالي، وعم بيشتغل لوحده، الشغل ما فيه قليل، هيدا مهددنا كمان. ضربه موجعه تلقاها قطاع المطاعم جاءت مخالفة للتوقعات بداية هذا العام بعد أن كانت البلاد التي تئن تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية وصحية مركبة تراهن على قطاع السياحة الوافدة خلال فصل الصيف للتعويض ولو قليلا عن الخسائر الفادحة التي أصابت اقتصاد البلاد خلال العامين الماضيين عقب فقدان الليرة اللبنانية 90% من قيمتها.